ما هي العريضة الوطنية؟ طلب مكتوب موجه من طرف مواطنات ومواطنين مقيمين بالمغرب أو خارجه، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية. تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات تودع من طرف وكيل لجنة تقديم العريضة أو تبعث عن طريق البريد الإلكتروني إلى السلطة العمومية المعنية، رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. يجب أن تستوفي الشروط التالية: تحقيق المصلحة العامة، مرفقة بمذكرة مفصلة توضح الأسباب والأهداف المتوخاة منها، مرفقة بلائحة دعم العريضة تتضمن 5000 توقيع على الأقل لمواطنات ومواطنين ومشفوعة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف، مرفقة بمحضر اجتماع لجنة تقديم العريضة لاختيار وكيل عنها ونائبه. للمزيد من المعلومات حول الديمقراطية التشاركية عليكم بتحميل تطبيق الديمقراطية التشاركية على أب ستور أو جوجل بلاي. للمشاركة زوروا موقع www.eparticipation.ma. المشاركة المواطنة حق ومسؤولية.